السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ العيد خلص وقلت انقل لكم تجربتي في رحلة العيد في ماليزيا وفي العاصمة كوالالمبور. هسيبكم على الفيديو تتفرجوا وتشوفوا الحاجات الحلوة اللي احنا شفناها. احنا هنا في بوكت بنتانج، شارع اسمه شارع بوكت بنتانج في عاصمة ماليزيا كوالالمبور. وطبعا في العيد الهندي ميل فالي او مش عارفة اسمه ايه صراحة. ده مول اسمه مول فارنهايت. احنا المطرة بتمطر اصلا، احنا ماشيين في المطرة دلوقتي. الشارع ده طبعا في محلات كل الماركات العالمية، يعني في محل هو اسمه ذا بودي شوب، وفي كارتير، وفي ماك. مطعم عربي زعفران. شركة عربية سورية. طبعا الشركة دي ليها فروع كتير هنا في كوالالمبور، بتبيع كل الأكل المصري والعربي والسعودي والسوري وكل حاجة. ماي نيوز سلسلة محلات، وفي مطعم عربي تاني طربوش. هنا في مطاعم عربية كتير، في برضو هنا زارة، وفي مطعم قصر المدفون وطاجين لبناني. احنا رايحين مول اسمه تايم سكوير، هدخل برضو المول واصور لكم جواه. محل زارة. في ماكدونالدز، وفي ستاربكس، وكنتاكي طبعا،
لازم طبعا نستنى الإشارة لما تفتح عشان نعدي. وفي هناك مطعم حضرموت، بيت حضرموت،